خفتوا؟ مرتاحين منا شيء؟ خايفين؟ ايش فيني يا شباب؟ صح؟ 10 كراتين للبيع. وش فيك يا مشكلة؟ يا أخي ما أدري. الله يا زعلان، أنت زعلان اليوم؟ ها؟ أنت زعلان اليوم؟ لو ماني بزعلان بس عندي أشغال يا ولد. أمور مصلحة. أفا ليه؟ خالي شلومك؟ شلومك شلومك؟ إيش معناها يا أبو محمد ذي؟ ها؟ قلب. لا مو بقلب كذا. هذه بداية العشق. بدايات الهيام. لا الهيام أقصى المراحل. بداية الإعجاب. يعطيني شيء زي كذا؟ غريبة. هل يوجد حب في قلب هاج؟ قاعد كومنت. سلام يدك. ما استقبل منك. المرة الثانية، للمرة الثانية لقى مسالم. ليه؟ كل ليه؟ ما هو فاضي. على جواله. ليه ما رقدوا؟ صدق صيت أنت ليه ما ترقدي؟ إحنا اللي أعرفك أنت يعني صيت سوزي. أنتوا ما ترقدون؟ ما رقدوا. أنا اللي أعرفهم دولا. صيت سوزي رونا. رونا. ما أدري رامي شو صحيح. جدة الجدة الصغيرة. سلام وش عيوركم؟ إحنا عندنا شغل. بالله لا تدخلنا الصندوق صراحة. ما نحتاج ندخل مع الغرب. يوم استردوا. ما رحنا. إيه والله نسيت. قال مروني. يا رسول بهاش تعال جدة سلامات ما أدري بنروح مكان حنا خلاص ضفشت إيه ماشي. من روحات الجدة أزدالي يعني أنا والله بكيفي يعلق ما يعلق والله مجازي أطفي ما يمطفيه ولا أنا أخذ أي كومنت يقول ميدي طفي راح أطفي أسمع كلام سبوك أنا سبوكة شاري جوال ب6000 ريال أشحن شيء ولا 6000 وأشحن يوم شهريا 14 وش الفرق بين 13 و14 يعني أنا ما سوري صح يعني قاعد الحين أشرح لك وش اللي فرق لا بس كام الكاميرا أكبر كذا بس ما في فرق واجد نفسه شيء اللي خلاص ما في فرق صدق نحن شلون نصير؟ هل يوجد حب في قلب هاج؟ كم هو بها 14؟ 15 تنزل 15 تنزل أظني لا لا والله أتوقع بنات متفاتح إيش دخل؟ شنو يعني؟ لو قالوا لك قبل ساعة شنو بيصير يعني؟ نفس الشيء يعني مو بصاير شيء جديد صح؟ 14 هل في فرق بينه وبين 13؟ وين بتروحون؟ شيء ما يخصك رايحين في أرض الله الواسعة يا أخوي ما عاد يبي أحد يا أخوي بلا طلعوني الطب عشان أدخل مع 15 نزل ولا باقي؟ ما أدري وما نيت نزل 15 نبغى قسط مع عبود فاتح مستحيل ما ظنيت لسه احنا قبل يقول لسه يعني ما نزل لسه جدا. يعني جدة انت من جدة صح ما ادري والله لسه صح والله ما ادري احنا نقول باقي احنا نقول باقي ايش اللي لسه الحجاز والله لسه يا ديش بكسيب انا شوف السياره هذيك يا شكر لسه الحجاز انا كنت احس ان الحجاز ذي حجاز يعني لا العلايه والبشاي طلع الحجاز طيب ترى هات اي حجاز ترى لان السروات الله يعين اللي ساكن هناك ايش تقول له؟ جبل وتكاك ما ادري هم يجون من تكاك نفسنا والله العظيم احنا تعودنا على وش اسمه ما أقول أدري تعودنا على وش اسمه السهل
حتى بيشة بيشة تحس إنه يعني تحس إن بيشة في الجو. معنا تتفق تتفق معنا؟ هو لهجتنا هي بداية يعني تعتبر يعني لأن نصها لو إنك علق بحاجة. أقرب بيشة كانها من نجد. أقرب ضلع ها؟ زمان كانت من نجد ولا بعلم كان أقرب شيء يعني أقرب ضلع تبي تطلع طلعة يبعد عنا 50 كيلو. أنا معك لا أنا أقصد قول لا إله إلا الله. قصدك ديرتنا مدى؟ قول لا إله إلا الله. إحنا الآن من الجنوب ايه. صح؟ جنوبيين ايه. الآن إحنا في الجنوب. شوف القبائل اللي تحيط قبائل أكلهم من يمين شوف لهجتهم شوف لهجتهم شوف الشهراني والشهري الحارثي العمري لهجتهم الزهراني لهجتهم قريبة من بعض ايه. صح؟ شوف على سبيل المثال شوف عبد الله الشهراني وسعد الشهري ايه. قعقوري ايه. لهجتهم حول بعض صح احنا ما نحوله صح احنا قريب يعني لهجتنا قريبة من ها؟ دواسة قريبة منه ايه دواسة قريب منه دواسة يعني لهجة الدواسرية ما ادري والله وش الفرق؟ الفرق اعطيك اطراق اللهجة اكلمك اللهجة ايه قلبك عقوري هذا الحين هو فرنب فرنب ارنب هذه وش؟ والله انا امس مقابله والله اني مشتاق له والله اني حتى انا مشتاق له يا اخي ارنب ليه تجيب اربطة امسك خلي امسك الحين ارنب تلبيك ليه سموها ارنب؟ والله ان شئت اهل القوفة. طيب انا بسالك سؤال. انا شفت مقطع البارح انا وسالم. واحد في تويتر ها؟ يقول يوقف بوفيه في بيشه. وقف بوفيه يقول اسمع الطلب اللي بقوله. قال اعطني واحد محمد سعيد. قال كم واحد اثنين؟ قال لا واحد. قال شو الطلب بدون؟ قال لا بدون. قال ترى هذا طلب صدق. قلت اسمع الطلب محمد سعيد. علمهم قصة. قال وريها سالم قال صادق هو لان في مبارك معروف انت صح تروح تطلب مبارك صح معروف مبارك وش يا سالم قصته هذا واحد مبارك حط البطاطس مع البيض المقلي في المدرسه شو صار اليوم يروح المقصر شباب الطلاب صار يقولون عطنا مبارك طلاب مبارك ثبت مبارك لا ترى في بيشه والله بدا في بيشه هنا في البلد يعني كان يحط يبيعون بيض مسلوق او بيض مقلي او حاجه بيض مقلي طيب يحط عليه بطاطس طيب كان في وصفه في مدرسه الباطن قالت بالبشر فالح قنام كان يحط الجبن فالح قنام كان يحط الجبن مذلب يدهن بها سندويش بسكوت ميرو يو هذا ما هي بحلوة ليه ما حلوة هاي حلوة الجبنة ومربى دربة واحد ترى الجبنة مربى نفسها ميرو بسكوت الأسود ميرو الأسود يو يتهب دا والله ما تنجح ولا لها نجاح هذا يسأل فيها فالح قنام أنا مالي دخل فالح قنام يوم كما كان يعطيكم يقول جرب جربت كانت ألد سندويش ممكن تأكله في حياتك كان حق واد ندرس بسكوت ساي جبن ساي كنا نسميها جبنة ساي كنا نعرض عليها المال وش اسمه وناول له الكورة واجباته واد مدرس تخدمونه بس عشان إيش يقسم مش يقسم لك يقسم لي من الخمسة جبنة ساي لا طعم الحياة الوسط وجعله يسقى حياتنا منه واجعله ما يسقى اجعله سقاقه حزين حال بس ها كتير والله وجعله يسقى نسيتني زانت حياتك نسيت الله يلعن ابو جدك انا ما نسيتك بس اتذكرني بالحياه الاولى انا ما نسيتك انا نفسي انا قاعد انحاش بالحياه الاولى بس انا قاعد انحاش امس انا جالس عند الدكتور يقول مهدي بهاجي لا زال عالق الذكريات هذا جاي يرحم امك كل شرك تغير زين عن شكلك قلت بس كم بس كم بس زين انا اتذكرني الله تذكر يوم كنا في التوقيف انا امك وش الذكريات الحلوه انا بعرف وش الذكريات الحلوه
يا اخي صدق وش الذكريات حلوه تذكرني اياك في التوقيف برا ما بي اي والله سلام يا جايز يدك علي ظهر سعد قال الله تذكر يوم توقفنا في الجنينه وش الله بعد ها الله جايز يا بهاج قلت وسعد وش تطلبي ما في الا الذكريات الذي قال الله جايز قال كنا نضحك مع انك كنت رحت انت يا الرياض ذا ما اذكر الرياض خطنا ذا اذكر سمراتنا اذكر ضحكنا سفرتنا لمكة اذكرها يا ابو ويسقة ما ذكرها ذكر بس دي سلام مشكلة وين رايحين ما لك دخل يا حبيبي والله هذا تابع شمعي. تابع واسكت ها خل عنك بعد تسوي وين رايحين الله عليك يا خال كيف اول مرة تجي والله اول مرة ولا قدام اكب العشاء لا لا الحين ما ادري والله امانه وين رايحين حبيبي خلاص دور بث غيرنا فهد قال متى شغلات كنا نساعد الله طيب يا اي والله قال حبيبي لا تعوني في راسي اخواني اخواني خلاص يلا منك والله والله لا وريك والله ودنا لا والله لا وريك مالك عندنا شيء الله يحفظك حبيبي عندك موعد لا تاكل عشان خليك كب العشاء لا عشان تقول لك كبت لك فيك خلينا نكو تاكل خلينا نكو سوق الثلاثاء سوق الثلاثاء في عينك خلاص تطورنا عنا تعال الحس جاي الحس قريب ترى قريب ان شاء الله جاي الحس اللي اللي من هالحس ترى احنا جايكم قريب واللي باعلانات وشي راسلوني على اضبطكم مع ذا انا خال ذا انا خال هذا اعلانات عندي اي واحد يبي اعلان يتواصل معي خلاص خلاص يا تعالوا قطر ما يمدي يا حبيبي ما كل واحد قال تعال روحنا جينا قلنا يلا جانت في قطر ايوه تعال يلا جايينك سبوك احنا سكتنا واجد تحب قطر يا تعال قصيدك جيت تنشد عن الاكل عن علوم جتني تنشد الاكل عن علومه يا لبيك ابو صقوري سعود صقر بقيمي نعم ابو صقر قاعد يشيل لنا شانه بحركات افقع منها مو بصاحي ما عنده شوف عندي ذا تو جاي صاحي ابو صقر ما عنده قعود ولا ناكت الحايله في البيع داو عنده شو اسمه معدات لا يبيع نقل معدات ما عنده قعود للبيع قعد لا ما عنده طيب يبي يشري ناقه حايل ما يشتري ما يشتري والله ما له بالسوالف هذه يقول انا شبعان بدواء ما عاد ابي جاي شغال معدات طيب يبي يشري قعود قعود مورود ها مورود مورود يا اخي تشتري يا سعود في شخص مورود حق ليبي هاي يا سالم مش في شخص اعطاني الله عمر لازم الله هاي اللي بيمبل اللي هو دعيج ونعم دعيج الدب تعطي شطر محاورة يعطيك الحفلة دعيج شفت ما أعرفه أنا ولا قد سمعت صوته لكن شفت خالي مرة صوره في ثرية ظلال سطحة يعنك إنها أشهد بالله يعنك إنها دعيج وشارح شارح الرجاء شارح شارح بس عطى شطر ولا قول لي يا ولد أنا أذكر وصل قال يا ألا لا 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 يا ولد خلاص خلاص يرحم أمك لا 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 حفظ عنده حفظ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليه ترى حنا نحبكم يعني دعيج دعيج وشو شنو دعيج ويصير ل سعود صقر سعود صقر ولد عمتي وحمود ولا خاله سعود ها خاله سعود يا ربي ها حمود 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 السعد يا اي والله باند يا خالي شيء ما يخص لو انك تقرا اسمك لو انك تقرا تكثر من اسمك تكسب اجر واجد استغفر الله العلي العظيم كبير
مثالي ايش ذي؟ مثالي ايش معنى اسمك؟ ايش معنى؟ المواصل ما تهيئ ما تهيئ مالك منفس مالك منفس يوه مالك مالك تبلد في لبن تبلد يا خالي خال يا لب ما ذاك الخشم يا يا خال انا والله اتذب اروح لارنب ياخي ديوتهم عشان نسيبك عشان نسيبك قوم ذا هذا قوم حبراس ولا بخشك يا قاقوري ما ادري ليه عشان نسيبك عشان نسيبك يا لبن وزبادي يا زين انت صاحي يا سالم وقتها والله يقرا خاطري بديت قراه يقرا خاطري كلم انت على الاخبار ما يجيك خط شريط تعال انت وقتها طلع خط شريط مكتوب فيه كذا في قلبي ايه قراه قراه قاعد اقول ومن جدلان يقراني تسلم يقرا بعد انت قابر يوم انه عند ابو خالد مع صقر يوم الشوي بابا ايه ابي واحد على يساري نلعب ورقه ويعاين فورقي واحس انه هي الشرقر واشري فانا تبيت انا اعطيته نظره كذا هو ما ادري ايش يقول قال له كلمه انا ما ادري ايش ما فهمت عليه يعني لا نسيتها بس انا هي يعني نفس برقيه لك للخصم انا فهمتها فهمت ايوه يعاين فورقي ويتكلم المهم انه سكت انا ما بيوضح له بلعب مشدود وكذا سكت يا ما خال يمكن ما عدت 40 ثانية تعاين فيه أنا بيعطيه كلمة في خاطري ما يمديني يتكلم الشد علي الله ألا بن جدران قال يا مسلمين سكتوا لي في المجلس انشد الرجال ذا ترى عنده سالفة يبيع انشد الرجال ذا ترى في خاطر السالفة يبيع حد يسأله بس هو يا أخي يفهم يا شوف ما أدري هل اللي جالس يا ولد قم يا ولد اللي جالس عنك أنا أنصدم أنصدم ليه جالس طاع لاك قال يا مسلمين ترى الرجال عنده مشارك عاد يسأله بس قالوا يجاوب على مشاركته الله ولد السالم ماشي مريض انت ايش قاعد يقول ذا والله ما افضح رجوم يا قال الرجال ايه مام الرجال انا ما قبلت انا وبن جدلان ما قبلناه ويذب علي يا اخي وانا ما اقدر اقول شيء تكلم علي يحاول يصير صديقنا وعنه ما نبيه اشهد دمت سبدي يا اخي غليظ اشهد ان قاله بعد كلمة المهم ما ادري ايش قاله وزقت سبدي انا مستحي يعني ما ودي اقول شيء يوم قلت قال بن جدلان فلتفت انا فلتفت عليها اقول ما ادري ما يمكن أن تفت أطول من جدنا قال يا مسلمين ترى الرجال ذا في خاطره سالفة انشدوه خذ يعلمكم بالسالفة ولد الرجال انصدم جاء اصطاع عرفت ذيك اللودنج الانتظار جده يوم قعدنا شوي فعين فيها أنا قلت ميدا سالفتك وشيني هم شرب اللي عززك أقول أنا ميدا بأوه شاهدنا صديع ذاك عرفته اي عرفته اوه لا صديع ما إله إلا الله والله وانا ويش يطشك يطش راسك يا سالم واضحة يا سالم تعال جاي سالم السلام عليكم يا ايش تبون يوه واحد فكر مضبوط يوه يا سالم وش هو ايش نبي عطني ايس امريكانو كبير سالم سلام عليكم أنا هذا كل شيء كانوا تعلمون. لا. شلون بندر صديق بهاج بخير إن شاء الله. كيف بندر؟ طيب. سمعنا. يا الله طيب. إن شاء الله ما طيب. البارح. أهلا. شتي جاي ده. منو؟ طابر. طابر سعد. طابر سعد. بالله كيف ذكرياتك؟ قال كيف توقف؟
الحمد لله. يا لبيك يا وزان. الله يجزيك خير. خلاص اسال وش اسال؟ خاله ارسل ورده. وش مريض انت يا رغد؟ رغد انت كويس انت ولا ايش فيه؟ 100 100 ليش طول؟ سم شايف تبغى مسامحه؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ روح لداخل سم. روح لداخل. يوصلنا لجود. وصلنا لجود. يوصلنا لجود؟ ايه. لا لا ما نروح الا في واحد عتب ما يصير حج ويعمل سم. سم والله ناخذ يسار مع دواء. حباني احنا بنروح مكان هيك قريب اللي عنده هدايا ولا شيء ترى تصاصح. هذه جمرة بينك وبين سالم والله يبتعد معك. الله يلعنكم يا اخي. عندي واحد يشير هنا من قوة الشير يا ابو محمد احسنه يطرحني. بيسلم اقسم بيعت الله ما يكتب كومنت شير 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 ما ادري انا يا ولد يا هذا بيسلمك شدنا بيسلمني. اي والله هو جيس انا يا ولد ولي ولا انا اللي هو جيس ما ادري تنبه هجوس للجنانه هي هي هذا 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 اللي ورا المقبرة الله عارف هذا هذا كنت زبون أنا أبو هذا 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 يا أخي تحس إنها ملعبة هذا اللي هذا أنت خبر هذا 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 خلي على يمينك رصيدة الله هذا 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 يلا يا اخواني يلا يا اخواني يلا يا حبيبي يلا يلا يا اخواني يلا كم معك كم معك بلوز انت يا اخواني يلا يا حبيبي يلا 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 حرك قال عطني يا ابو قال ايش يعطيك يا حبيبي مريض انت يلا شدنا كل شيء الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يا حبيبي ما عندنا كلام هذا اقم شيء ما عندنا يا هلا يا لا يا لا وش يا لا تعال الشمال يا خال الروله ولا بروله انا احب الروله سجي شمال والله لو اللي والله اخذك مش منك اخواني يلا يا اخواني يلا ما عاد لكم شيء ما مطح ولد عجوز والله لو انطح لي انا تبعني في جاكم انا مصلح ام مصلح الله يصلح لها مصلح امين ويحفظها مصلح امين يلا يا اخواني يلا روح لبيتكم ليه تكبس يعني ببعض السؤال من سؤال جاء هنا يا سامج تعالوا ود الدواسر والله ودنا الصراحة والحم صغير هذا وش اه العقوم طلع فتحة من هنا شو هذا شو بس شيء ما عجبك سؤال يزين سؤال في الدكتور أمس تعب فيني يعني كنا قال لي قال فيني شيء إنها قال فيني شيء بغيت أبتسي كيف كيف هو كيف يعرف انا ودي اعرف كيف يعرف تدري وش اكثر شيء اثر فيني البارح لا هو انا داري اي والله اي والله داري هذا يا ولد يوم قال هاي خال بغيتك يسوي كذا الدكتور أمس ماسك ملح معه ويمر علينا كل واحد يصب عليه جمر يرش جرح شد بالله من رش جرح اشهد اني بغيت ابكي بس يا اخي كيف هو يحدد يقول انت تحتاج لك علاج تشخص حال يعني يعرف اللي بخاطر ليش ملح والله قاعد يلامس الجرح كل واحد يمسك جرح بس جرحنا واحد كل بولا لا انا جرحي العادي لا انت جرحك غيره ممكن بس احنا جرحنا واجد بس انه اتفقنا على واحد يعني كل واحد عنده جرح اكثر من جرح شفت كيف بس لو يتعاين في الجرح يعني احنا واحد كل واحد عنده اربع جروح خمس جروح ست جروح بس كل بونا نتفق في جرح واحد يعني ايش يعني خمسه فهمت سلامات لا انا انا يوم عطاني السالفه هذه قلت والله سلامات هذا منين جاني لا تعرف اللي جاني لحظه دراك
شي يا اخي وش هذا؟ وقال لك احلل من التوقيع بعد؟ التوقيع يقول ما احللك، يقول لا احللك اني لا اكل مصالحك، مو مصالحك. قلت خلاص دام من التوقيع عشان بتطلع كل شيء فيه توقيع انا ضده. اشهد انك بياك شوف الاوضاع. هذا من هو له؟ وين طالب؟ انا هذا ليدي حار. طالب حار انت ايش عندك؟ يلب ما انا حتى توقيع. اي والله حتى توقيع. والله ايش فيني تقولي من قطر؟ نبغى الدكتور. الدكتور هذا والله انا ممتاز. دكتور؟ دكتور صح. اعطيت سناب انا شرط سناب. والله شوف عندك مشكله روح لي. والله انا ما امشي وكذا. انا ما كنت اتوقع عندي مشكله. انا ما توقعت اني بيقعد يقول لي تحتاج كم؟ سبع جلسات. يقول ميدي يقول انت تحتاج سبع جلسات. شنو أنا؟ شنو مسوي انا؟ شنو سويت؟ سبع جلسات ليه يا دكتور؟ سويت دكتور سبع جلسات؟ حرام عليك. ان كان قاعد تشوفني دكتور يا اخوان سبع جلسات شو اسوي انا؟ مدمن. انا مدمن. انا بقول لكم يا اخي انتم ماخذين فكره خطا يا اخي عن نظريه الدكتور. يا وجه الله انا اروح اخذ والله ما اروح والله ما قابل دكتور نفسي. انا ماني انا منهم. انا مضمن سلامات ما له دخل يا اخي. كل سبع جلسات بيجيب لي مرض. انا سولف وياه امس قال انت ما تحتاج جلسه. والله بدون والله. المهم فانا اشوف اني حتى لو ما احتاج بجلس معه ما في شيء. حبيبي ما تحتاج تجي تبلاني في نفسك. ايش تبي؟ خير مريض انت؟ كم مريض؟ ايش تبي؟ انا ما احتاج جلسه. على سبيل المثال ابي اثقف نفسي. يا اخي ما ادري ليه انا بالنحشه. انت خلي ايش رايك اروح له؟ نعم روح. والله انا اروح معك في ذمتك. والله اروح معك. انت على السؤال يقول لازم انا اروح معك. انا ما عندي مشكله يا اخي. يا عيال بدون والله. ليه؟ لا اله الا الله.